الحربية هو اسم يطلق على مجموعة من الكليات العسكرية المرتبطة في الكلية الحربية. هذه الكليات في حمص أغلبها، هناك بعض الكليات في دمشق، في حلب، أما الكلية الأم هي الكلية الحربية اللي وقع فيها الانفجار. تقع من الجهة الغربية في حمص في منطقة تسمى الوعر، مساحتها كبيرة، فيها عدد كبير من الساحات، يحد عدد من الكليات العسكرية، كلية المدرعات، مدرسة الرياضة، كلية الشؤون الفنية، كلية الإشارة، المشفى العسكري قريب منا، إذن هي موقع مترامي الأطراف. أهميتها بالنسبة للنظام هي تعتبر أم الكليات، وهي الكلية اللي بيتم فيها تخريج الضباط من كل الاختصاصات العسكرية، يعني من كل الكليات بتجي على الكلية الحربية وبيتخرجوا من هذه الموقع، وهي إلى مكانة في إعداد وتدريب الضباط اللي بيعتمد عليهم في النظام لرفض باقي قطعات الجيش بكل أنواعه وأصنافه وأسلحته بالعنصر البشري برتب الضابط. لا توجد فيها أسلحة ومدفعية، هذا أنا أتكلم من قبل الثورة، طبعاً بقصد أسلحة دبابات أو غير مدفعية أو غير ذلك. أما بالنسبة للأسلحة المتوسطة للتدريب المشاة متواجدة فيها، بواريد روسية، قناصات، بكيسي، ريبيجي، كل الأسلحة اللي تتدرب عليها القوات المشاة هي موجودة لأنها تمثل سلاح المشاة. هي ضباط بالطبع أكثر من 150 إلى 200 ضابط قادة ومدربين للمتدربين للخريجين، وبالإضافة لضباط قادة مشرفين على الكلية الحربية.